مساء الخير عليكم. النهارده جايب لكم مواقف وطرائف هتعجبكم جدا، اجمل مواقف وطرائف ما تروحش في اي حته، مواقف وطرائف اعداد وتقديم سيد الصباغ اخراج سلمى السيد، ما تروحش في اي حته. باي. المايسترو يا سلام، عاملين فرح للخرفان. يا سلام، بص قصاد عريس ده عاملين جواز جماعي كمان. يعني بص كام عريس هناك عاملين جواز جماعي. أيوة يا عم، ألف مبروك يا ريس، ألف مبروك يا عم الجدي. ده جدي ده مش خروف، إيه ده بتاع ده عجز لشبشب، هياخد الشبشب وهيجري جري. يا سلام، بص ده بقى رمى إيه. يا سلام، بص اتفعص إزاي ده، لو واحد نزل في هاي دي يا جدعان. الله أكبر يا جدعان، الله أكبر. بص القطة دي ده بيعمل معايا لعب، مخبي الكورة في التلات كوبايات وهي تعرف. سبحان الله عزيز، بس الكلب النايم العين الغلبان. اوي اوي يا سعاد، اتخبيت. ده الراجل ده الجميل ده اللي هينط في الميه، بص الناس كلها خايفة وقلقانة، خايفة احسن ميه تعمل فيضان. استرها يا رب، استرها يا رب، استرها يا رب. تعالى يعني، بص عايز اكل التعبان ده، ما يعرفش ان هو قوي وسم. نار اسود، بص بقى الجاموسه الجميله دي ولا البقره. يا سلام، بتشرب من الحنفيه، انا لازم اشرب من الحنفيه، انا زيكوا يا ناس. دي الاسود النمور، النمور رمى علمونا فرخه، وحرام تعمل كده ترميها ليه؟ صح يعني. بص الكلب الاسد ده، الكلب ده قوي جدا وجميل جدا وذكي جدا. بص الحد فين، هجيبها والله هجيبها. اهو جابها، برافو عليك، برافو. بص الفرق اللي جري ده، الكلب ده عامل نفسه عنطر يجري وراه، عمال يضرب فيه. بس الفرق هيقض عنده في بقه وهيخليه يصوت، هيصوت دلوقتي، هيصوت. دي بقى احسن طريقه، والطريقه بتاعت الموز. نزلوا الموز اخضر كده، بعد كده يستوي، يلفوه كذا لفه كده ويستوي، ياخد له مده كده على ما يستوي، عشان لو سابوه ممكن يجرى له حاجات ويتلون ويحصل له مشاكل. بص الموز ازاي، بص شجره الموز ازاي. برافو عليك يا ابني، برافو، عاش يا رجاله. دوت بقى عامل نفسه هيشيل الجردل، وهو حاطط شويه ميه فوق الجردل المقلوب، والجردل فاضي خالص، بص حبه ميه فوق بس بسيطه، وعمل نفسه شايله. بص هيشيلوه، مش عارف ايه، هو في شويه ميه صغيره وخفيف جدا. بص الطول الجميل ده بيتخانقوا مع بعض، رش عليهم ميه، دخلوا في المحل وكسروه، دمشوه. ده الكلب البطل تاني، بس حاجه تانيه بقى، يعدي الترع. بص تعرف تعمل كده، هلا تعرف تعمل كده. وكل الطرائف والعجائب وتعليم الموسيقى وكوميديا، كل ده على قناة المايسترو على اليوتيوب. ياريت تشرفوني وتعملوا اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وباي المايسترو.